تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. اليوم حنا كنتواجدوا في ملعب ادرار غنمشيو نتفرجوا في ماتش حسنيه تكادير. نتمنى فريق حسنيه تكادير ان شاء الله يحقق ثلاثة النقاط اليوم ان شاء الله. عرفتك شم احلى فارسي ياكل الربحه ان شاء الله. ان شاء الله اليوم ثلاثة ديال البوان هكا جيبوها الساعه الاقل بعدا خاصها ثلاثة النقاط مسكين واخا يبان الجمهور والله راه الا ضغير. جيبوها يا الاولاد جيبوها يا الاولاد جيبوها يا الاولاد جيبوها يا الاولاد. الله الله جات جمهور الحسنيه هادي ما بغاوش يدخلوا الماتش تايم تاع الماتش هادشي اللي درتو معانا والله الا حشومه عليكم بالله وبالدموع اقسم بالله الا بالدموع والله الا حشومه عليكم وقهرتونا في هاد البلاد وهانيه وفخير احنا معاك واداره وديك لاميه ودوك 24 واحد يتجمعوا احنا معاكم وان شاء الله راه ربي غيفرج علينا وبلا بيكم. شكرا للجميع وشكرا للجمهور هذا اللي ضحى. لاحظك شكرا غادي غادي يحيطون في حالتنا وغادي في الماتش ديال حماس الكازا غادي تلعب الحسنية درجة البيضاء ويعطي ولكن اللي تسلم خسر نسجل جوج لواحد غادي غادي يحيطون في الماتش. السلام عليكم أيها جميع المحبين الحسنية من خلان أولا نسجل في الماتش ديال البيضاء وغادي نشكر المدرب محمد فخير والجزائريات كيف بكاري ماني يسقي ورد يسقي ورد يسلع صديقي
المهم الى عند الدراري اظن راس المنظر زاد بن حسين وراس الجيفه الفرصه هكا الدقيقه 70 يشكي يشكي بكاري ماني صدقت يشكي خص اتوري يشكي خص يزيد الهجوم باش يخسر زود خسر الجوج الواحد زود خسر ثلاثه الواحد المهم تخسر المهم ثلاثه بوان في سانتي خص تشكي الهجوم ما تربح ميدالية رغم ان زيد نزرع برومي ميتا ومهم الحسنية شتا هي سمعت المهم اوري لهم يا اوري 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 لهم يا نزرع الدراري مشكل الدراري في نيسكا وار زود وليد بن حسين انا راه نزرع فين الفرصة بعدا المهم اوري لهم يا المهم هاي فيليسيتي الفريق الفرقة صافي تفتا المهم تميد الفريق كاس الهوية كاس الهوية المهم وكرا كثر تفتو يا خمس سنين هذيك ست سنين هذيك تميد الفريق هذا يفتا وراسي صحان صحينا رينا تلزو لينا يشفرنا المفساد كله دنا مفسدين اللي كان سيون ربي تبارك وتعالى شكرا لك والله والو 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 وال